إذن عن استمرار قصف النظام وحليفه الروسي لإدلب تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي لسوريا بيدرسون لدمشق، وذلك تمهيدا لجولة جديدة من مباحثات حل الأزمة في سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من أورفا الكاتب والمحلل السياسي السوري راكان الخضر. أستاذ راكان، مرحبا بكم. يعني قصف مستمر وعنيف من النظام السوري وحليفه الروسي على إدلب منذ يومين تقريبا، لكن السؤال المطروح هنا، هل بات الدور على إدلب بعد محافظة درعا؟ مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. مرحبا بكم أخي الكريم. للأسف الشديد نحن نقع بين سندان عصابة أسد والاحتلال الروسي الغير موثوق به طبعا من جانب الشعب السوري، كونه احتلال وأيضا هو حليف لعصابة أسد والميليشيات الطائفية التابعة لإيران. لذلك لا يمكن لأي اتفاق أن يصمد كثيرا أمام تعنت الجانب الروسي وتعنت عصابة أسد وحلفائه من الميليشيات الإيرانية التي تسعى جاهدة لخلق أو الذرائع من أجل السيطرة على كامل محافظة إدلب عسكريا. طبعا نحن تعودنا من الجانب الروسي وعصابة أسد بنقض الاتفاقات، ولنا تجارب كثيرة معه. أنتم تابعتم منذ أيام أنه تم الاتفاق مع أحرار درعا، ثم الانقلاب عليه، ثم الاتفاق، ثم الانقلاب عليه مرة أخرى. فلذلك نحن لا نثق لا بالجانب الروسي ولا بعصابة أسد وحلفائه من الإيرانيين. أستاذ راكان، كما تعرفون يعني القصف خلف 5 قتلى خلال الساعات 24 الماضية، لكن برأيكم لماذا يستهدف النظام وحليفه الروسي المدنيين ومؤسسات كالمستشفيات في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية؟ ما السبب في ذلك؟ للأسف الشديد أخي الكريم أن المجتمع الدولي يكيل بألف مكيال، وأيضا المجتمع الدولي كأنه بصمته القاتل كأنما يعطي ضوء أخضر لروسيا وأيضا لعصابة أسد وحلفائه من الميليشيات الطائفية في إحداث أكبر مجازر في الشعب السوري، وأيضا القصد من ذلك هو تهجير السكان المحليين الأصليين من مناطقهم بغية التغيير الديموغرافي. نعم سيدي الكريم، ولاحظنا ذلك في مناطق شرق الفرات، ولاحظنا في غرب الفرات، ولاحظنا ذلك في حمص، ولاحظنا ذلك في وادي بردة وفي القصير، وكانت أيضا كانوا ينوون تهجير أبناء درعا، ولكن فشلوا في ذلك بسبب صمود أهلنا في درعا وإصرارهم على البقاء في أرضهم. أستاذ راكان، النظام يهدف من قصف درعا يريد الاستيلاء على طريق M4، لكن السؤال دائما المطروح عن تفاهمات أستانا بخفض التصعيد، لماذا لم ينفذ رغم وجود الضامنين؟ سيدي الكريم، لا يمكن اعتبار الجانب الروسي والجانب الإيراني ضامنين بالنسبة لنا نحن الشعب السوري. كونهم احتلالين، كون أيضا هم حلفاء للنظام أو لعصابة أسد، أنا لا أسميه نظام لأنه النظام هو حكومة تخدم شعبها وتحافظ على مصالح شعبها، ولكن هذه عصابة مافيوية جاءت بالاحتلالات لضرب وقتل شعبها وتهجير الشعب من أراضيه تحقيقا لمصالح ضيقة، لمصالح طائفية، لمصالح للأسف الشديد اقتصادية بالنسبة للروس على حساب الدم السوري.
جير بيدرسون يزور دمشق وذلك من أجل الترتيب لجولة سادسة من الحوار السوري في جنيف، هل أنتم متفائلون بهذا الحوار أستاذ راكان؟ طبعا لا، لأنه سيدي الكريم إذا تتذكر المقبور وليد المعلم عندما قال سنغرقهم في التفاصيل، وحقيقة هذا ما يجري الآن، هو إغراق الثوار والمعارضة السورية في التفاصيل، ولكسب الوقت مزيدا من الوقت لاستكمال خططهم في تهجير وقتل ما تبقى من الشعب السوري. من أورفا الكاتب والمحلل السياسي السوري راكان الخضر، شكرا جزيلا لكم.